ايه ام احمد ترزيني هذا؟ حلو ظريف. قديش قياسه؟ 36. هاي ايه؟ منيح. طيب كثير ماشي كثير. حرير صار معي بده خبز يعني مو مصنع تصنيع. يلا حرير اصلي. ايه طيب الشارع الحمراء. كل شيء ظريف بس ما كثير مشوفه. بس حتى لقيت عشان شو حلوها. شكلها لك اصلا منيح حلو. لا هو يعني شوفي تقصيرته حلوه. الواحد يحكي دغري. لا حليت ظريف. طيب وماشته ظريف. معصتك هذا قديش مقاسه؟ هذا 34. وبعدين؟ 34 44. هو هذا. هلا يا ام احمد طمنيني لقطي. جايتك بالحكي لك صحتين عوام. حشي كلي على قلبك حياتي. يعني يا ام احمد فحمتي لي قلبي يعني لقطي. هو اذا خانه ما بدي احكي قدام بنت اختي عوان. المهم انا وماشيه بشارع الحمرة عم بتطلع هيك التفتت على واجهه لقيت وش على البلور بعرفه. التفتت رديت اجت عيني بنص عينه لمعدين للمحاسب تبعه. اي مدي ايدك ومسكي اوا. جايتك بالحكي متيسي. شبكي لك نحن التنتين مندقين بمصيبه وحده. انا ظلمتك ما بقلك. قلت مو ممكن الا تكوني متشاركه مع الضيافه اكثر شيء.